علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. فلما رأى الراهب بحيرة محمدا الفتى راح يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسلني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال: سلني عما بدا لك. فجعل الراهب بحيرة يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة على موضعه بين كتفيه، وكان على ما قيل مثل أثر المحجم. سيأتي زمانه يا بحيرة، ويكون زمانك قد أفل. يا ليتني كنت فتى لرحلت معه إلى دياره وقاتلت معه حتى يظهر على الناس. يا ليتني كنت معه. وجاء في الأخبار أن رجالا ثلاثة هم زرير وتمام ودريس من أهل الكتاب وقد يكونوا يهودا، قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه بحيرة فأرادوه، فردهم بحيرة وقال لهم: إنه المذكور في إنجيل يوحنا والتوراة. ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال فصدقوه وانصرفوا عنه. وعاد به عمه أبو طالب مع القافلة حين فرغ من تجارته بالشام سريعا إلى مكة، فالله سبحانه متمم أمره ولو كره الكافرون. بك بشر الله السماء فزينا وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياة، حق وغرته هدى وحياة. ضع العشاء واسمعني يا بني. قل يا أبتي. لعلك تعجبت مع هؤلاء النفر العرب من أهل مكة. نعم يا أبتي. بني، إن في الأناجيل المحفوظة لدينا وخاصة إنجيل يوحنا بشارة بنبي سيأتي. نعم، ولقد تقارب زمانه، لا أدري، بضع سنين، بضع عقود. ولقد قرأت في الكتب المحفوظة لدينا أنه سيكون من أهل الحرم بيت الله الذي بناه أبونا إبراهيم في جزيرة العرب. اسمع يا شمعون ما جاء في إنجيل يوحنا: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كان لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب. ولكن لا بد أن تتم الكلمة التي في الناموس
إنهم أبغضوني مجانا، فلو قد جاء المنحنى ما هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد عليه، وأنتم أيضا لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكي ما تشكوا. والمنحنى لما هو محمد النبي الذي بشر به يسوع المسيح لكي تتم الكلمة. لقد عرفته باسمه وصفته وعلامات في جسده. بني، إن أدركت مبعثه فلا يفوتنك أن تؤمن به وتتبعه، إنه النبي المنتظر. نعم، إنه النبي المنتظر. هناك يا بني، في جزيرة العرب مبعثه. هناك يعلن دينه للدنيا، للبشر جميعا، ولسوف يظهر وينتصر على من عاداه، ولن يترك الرب والكفرة والمشركين أن ينالوا منه، لن ينال اليهود منه، مع أنهم يعرفون أنه النبي المنتظر. جاء ذلك في التوراة الذي نزل على نبي الله موسى، لكنهم غيروا وزوروا وحرفوا، فغضب الله عليهم، ولسوف يدركونه ويعرفونه بصفته. لا، بل أن أحبارهم سيدركونه ويعرفونه حق معرفته، ثم ينكرونه ويحاربونه حسدا وغلا، ويظاهرون الشرك عليه. يا ويحهم ما فعلوا بنصارى نجران، لكنهم هذه المرة سيهزمون. نعم يا بني، سيهزمون، سيهزمهم نبي الله محمد، سيهزمهم دين محمد. إنه دين جده إبراهيم أبي الأنبياء جميعا. لقد سطع نجمه يا بني. نعم، لقد سطع، لقد سطع نجمه يا بني، سطع. أبتي، أبتي، ليرحمك الرب يا أبتي، قبل أن تموت كحلت عينيك برؤية آخر الأنبياء، وكم انتظرت ذلك. لم يأتي ابن الحويرث بعد؟ إنه في الطريق إلينا، إنما أتينا كل واحد من طريق، فلو علم أفلاد مكة بأسرار اجتماعنا لرأينا منهم شرا كبيرا. حدثتني أمي أميمة ابنة عبد المطلب حديثا عجبا. بما حدثتك يا عبيد الله؟ شيء يخص محمدا ابن أخيها المتوفى خالي عبد الله. محمد، محمد اليتيم، ذلك الفتى الصموت الأمين؟ بلى، محمد اليتيم. قل، حدثنا يا عبيد الله. حدثتني أن راهبا التقى محمدا وعاينه وسأله واهتم لأمره أشد الاهتمام، ثم قال لخالي أبي طالب: عد بابن أخيك إلى مكة واحذر عليه اليهود، إن له لخبر وسوف يكون له شأن عظيم. محمد، محمد اليتيم، بحق رب الكعبة اكتموا ما سمعتم مني، فأنتم تعرفون بطون قريش وسادتها كم يحسدون أخوال بني هاشم ويزاحمونهم لانتزاع السيادة على مكة والحرم منهم. بنو هاشم سادة مكة، وما سادوا بغنى وبطش وفجور، بل سادوا بكرم أخلاقهم
ورفيع خصالهم وشجاعتهم في الحق، وما أظن مكة تدين إلا لهم. ولكن قل لي يا عبيد الله، من هو هذا الراهب؟ وما هو النبأ الذي تنبأه لمحمد؟ اسمه بحيرة، بحيرة الراهب، في بصرة من أرض الشام، حيث تأتي قوافل العرب فيبيعون ويشترون، ثم يعودون إلى أذرعات، ثم إلى تيماء في الحجاز، عائدين من رحلة الصيف. هل تنبأ بأن يكون ملكا أم سلطانا؟ لا، ما سمعته لا يدل على أنه تنبأ له بملك أو سلطان، بل بأمر تختص به السماء. السماء؟ أيكون هو؟ انتظر انتظر، نبي يأتي يظهر دين أبينا إبراهيم الحنيفة السمحة. نعم، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب. أين أنت يا محمد؟ محمد؟ فاطمة، فاطمة، ما لك يا أبا طالب؟ أين محمد ابن أخي؟ يا أبا طالب، كلما عدت إلى البيت لا تجد محمدا تضطرب وتقلق. محمد فتى، ربما خرج لبعض شؤون الفتيان. لا يا فاطمة، لا لا، ولدي محمد وقرة عيني لا يخرج لشؤون الفتيان، إنها لا تعنيه. يا أبا طالب، يا ابن عمي، تعرف والله ما ولد من أولادي لا طالب ولا عقيل أحب على قلبي منه، ولكنك تظهر القلق والخوف عليه كثيرا بعد رحلتك إلى الشام، وذلك الحديث الذي حدثك إياه الراهب. فاطمة، سأبحث عنه يا فاطمة، وعندما أطمئن عليه سأعود لنتحدث سويا. أنتظرك يا ابن عمي. أهلا بعثمان. أهلا. أهلا بك يا عثمان، إن الشوق برانا إلى ما تحمله إلينا. أهلا يا ابن الحويرث. أهلا، اجلسوا وحدثكم، لقد أتيتكم بأخبار طيبة. هيا قل لنا ما عندك. حدثنا يا عثمان. ماذا يفعل محمد في غار حراء؟ إنه يختلي بنفسه ويتحنث مثلما كان يفعل جده عبد المطلب. ثم أتينا بصرة ولم أكن غافلا، فحصل معنا أمر غريب. حدثنا يا ابن الحويرث. راهب اسمه بحيرة، وقد علمت قبل أن أعود إلى مكة أنه من أعظم علماء النصارى وأكثرهم معرفة بشؤون الدين، ولكنه ضد مذهب عظيم الروم، لذلك هو منفي إلى بصرة لا يستطيع خروجا منها، ولكنه ذو أثر كبير وخطر عظيم، وله أتباع كثر وأنصار يفدونه بمهجهم. ما اسمهم؟ اسمهم الأريوسيون. الأريوسيون؟ ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني الكثير يا إخوتي، ما لكم علي؟ أنتم تزدحمون علي بأسئلتكم، لقد قضيت أشهرا وأنتم تريدون مني أن أنفض الجراب في برهة، ما لكم علي؟ إنها لهفتنا لمعرفة الحقيقة يا عثمان، ولكننا نستمهلك. أنهكتني الطريق إليكم. ورقة، ألديك ماء؟ بلى، اشرب يا عثمان، وارثوا، إنه من زمزم. ها؟ هات، هات فزمزم في أرومتنا ونفقأ عين من حسد. يا حبيب عمك يا محمد، قرب غار حراء منقطع وحدك، رافع يديك إلى السماء ودموعك على وجنتيك. لا والله لن أبرح هذا المكان حتى تنتهي فأعود معك. وقد علمت أن الروم عندنا على مذهب، والروم في الغرب على مذهب آخر، وهم متوافقون. متوافقون ولهم مذهبان في دين واحد؟ متوافقون في الدين، ويقولون إن الرب ثالوث، الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين، وما عدا ذلك هرطقة، وأن المسيح هو ابن الرب، قد صلب وعذب وقتله اليهود على الصليب، ثم قام من بين الأموات وصعد إلى السماء،
وبموته على الصليب وقيامته قد رفع الخطيئة الكبرى عن الناس. وهل كلهم هكذا؟ لا، لقد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، وتنابذوا وتحاربوا وقتلوا بعضهم تقتيلا ذريعا. عندما كنت في الشام سمعت أنه خرج قديس منهم وقال إن للمسيح والرب مشيئة واحدة، فحاربوه أيضا. وبحير الذي حدثنا عنه هل يدين مثلهم؟ لا، إن له مذهبا اسمه الأريوسية، نسبة لراهب عظيم الشأن عندهم كان اسمه أريوس. يقول إن المسيح عيسى هو نبي مرسل من عند الرب بلغ كلمته للعباد، وهؤلاء يسمونهم الأريوسيين. ويقولون أيضا إنه في إنجيل يوحنا بشارة بنبي قادم سوف يظهر. متى؟ يقولون أن ظهوره قريب، وأن اليهود سيحاربونه كما حاربوا المسيح من قبله، ولكنه سينتصر عليهم. ويقولون إن بعض الرهبان قد حرفوا في الإنجيل وحذفوا منه البشارة بالنبي المنتظر، فخالفهم رهبان آخرون فحاربوهم واضطهدوهم وأبعدوا، ومعظم هؤلاء الرهبان موجودون في الشام وأكنافها، وهم ينتظرون هذا النبي بلهفة ما بعدها لهفة. نبي منتظر بشر به المسيح، أنا أوانه؟ والله لأنتظرن، لعل وعسى. متى يأتي ويعيد دين أبينا إبراهيم الحنيف إلى فترته الأولى، وينظف معالق فيه، وينظف ما أدخلوه عليه من أنصاب ليذبحوا عليه أنعامهم وهديهم؟ اليهود يعبدون يهوه وهم مختلفون، والنصارى مختلفون في المسيح أيضا، وأهلنا هنا يعبدون الأصنام. لا أحد هناك يعبد الأصنام، وقومنا هنا يقولون إنهم يعبدون الله، ولكنهم يتقربون له بهذه الأصنام، كاللات والعزى ومنات وهبل وذي الخلصة وسعد وسواها. ألا تذكرون ذاك الأعرابي الذي صنع صنما لآلهة من التمر ثم أكله؟ ويحهم، أكل ربه؟ وذاك الذي جاء إلى سعد فنفرت إبله منه فضرب وجهه. وسعد هذا هو صنم بني ملكان بن كنانة، إنه صخرة طويلة في الفلات كانوا يذبحون عليها فصارت حمراء من الدم. رب اسمه السعد، صخرة في فلاة، أليس هذا عجبا؟ اسمع القصة. جاء رجل ومعه إبله وعيره إلى سعد التماسا لبركته. لما رأت الإبل والعير هذه الصخرة وعليها الدماء نفرت وفرت كل في وجهه، فحمل الأعرابي الحجر وضرب به سعد وقال له: لا بارك الله فيك، لقد نفرت إبلي. ثم قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض، لا يدعو لغي ولا رشد. ويحهم، يعرفون أنه حجر ويسجدون له، يذبحون ويتعبدون، أليس هذا عجبا؟ والله ما هم على شيء، لا يؤمنون ببعث ولا ميعاد، ويقولون ما هو إلا الدهر يحيي ويميت، وليس لنا إلا حياتنا هذه. تالله لا أعجب من رجل مثل عبد الله بن جدعان بثرائه وكرمه وهمته، ومع هذا تراه يدفع إماءه للبغاء ثم يبيع أولادهن، يتاجر بأبناء البغايا. وهل ابن جدعان وحده من يفعل ذلك؟ ها هم يأكلون الربا، ثم اخترعوا السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي، وها هم بعدما أكرمهم الله بهزيمة الحبش وأظهر سبحانه برهانه بالطير الأبابيل، وبدل أن يعودوا إلى دين أبينا إبراهيم ويبحثوا عما ضاع منه وينظفوا البيت من الأصنام ويطهروا حياتهم مما لحقها من دنس وفجور، يبتدعون في دينهم رأي الحمص فلا يفرضون من عرفة ولا يلبسون لباس الإحرام، ويفرضون على العرب ألا يطوفوا بلباسهم الذي جاءوا به إلى الحرم، ومن لم يجد من أهل الحرم من أعطاه ثوباً ليطوف به طاف عريانا. ويحهم، أية بدعة هذه، أية بدعة! يا رب، لو أعرف أي الوجوه أقرب إليك لعبدتك به. طوال هذا الوقت يا بني، طوال هذا الوقت قرب هذا الغار ترفع يديك إلى السماء وتدعو وتتحنث، حماك رب الكعبة يا بني، حماك رب الكعبة. يا معشر قريش، يا أهل مكة، هلموا إلى سوق عكاظ، سوق العرب ومنتداهم،
موطن الشعراء وملتقى الخطباء، إنه سوق عكاظ، السوق الذي لا تعدله العرب بغيره. يا معشر مكة، يا أهل قريش، هلموا إلى سوق عكاظ، هلموا إلى سوق عكاظ يا أهل مكة. يا سادة قريش، إنه موسم سوق عكاظ كما هي العادة في كل عام، وبما أنه لا سلاح في السوق، نضع سلاحنا أمانة عند كبير بني تيم عبد الله بن جدعان. يا معشر قريش، لا يأتيني أحدكم يقول لي إلي بسلاحي، فسلاح عكاظ أمانة لدي، لا أعطي أحدا سلاحه حتى ينتهي الموسم. يا معشر قريش، إنه عكاظ مجتمع العرب، يأتيه سادتهم وشعراؤهم وفرسانهم وتجارهم، عامتهم وخاصتهم من كل فج، كل يأتي لشأنه، فهذا العاشق جاء يبحث عن من يحب، وهذا طالب زواج، وآخر طالب منعة، وهذا تاجر جاء يشتري ويبيع من أقمشة اليمن وبخورها وحرير الهند وتبر عسير وتمر هجر وسواها. أنتم أهل الحرم، والناس ينظرون إليكم بكل التجلة، خاصة بعد أن نصركم الله يوم الفيل. يا معشر قريش، قل يا حارث إنك لحصيف. أنتم أهل تجارة وأهل السوق، ولا مصلحة لكم بإثارة الشجار مع أحد، وخاصة مع هوازن، فهم أصحاب أرض السوق، قد كان بينكم وبينهم شر في الأعوام الماضية، لعلكم تذكرون قصة الكناني وقصة المرأة العامرية التي كشف عورتها فتية من قريش. لا نريد فجارا آخر، إن أي مشكلة في السوق سترتد علينا، فاحرصوا على أمنها وسلامتها وحسن سيرها. إن أجمل ما في عكاظ الأمن فيها، وأولئك الزادة المحرمون الذين يحافظون على أمن الناس وسلامتهم، وقد دخل معكم في ذلك بنو عامر بن صحصع، أعظم حي في عليا هوازن، فلا تخفروا جيرة أبي البراء بن مالك ملاعب الأسنة، وليكن سوق هذا العام مهرجاناً تذكره العرب ولا تنساه. بلى، سأخذن محمداً معي إلى عكاظ، وسيكون معي طالب وعقيل، وهم إخوتي وأبناء عمي ذاهبون. وتجارتك؟ أرجو أن أعود بربح يا فاطمة. يا لأيام عبد المطلب، إننا نملك يا فاطمة. أعرف يا ابن عمي، أعرف، ولكننا نصبر لعل وعسى. قومي يعذروني، يقولون أبا طالب إنك تفتقر، وما زلت مصرا أن تطعم الحجيج وتسقيهم وتفتح دارك للضيف والجائع. تالله يا فاطمة، لو لم يبق لدي إلا حفنة تمر وجرعة ماء وثوب، وجاءني سائل ما رددته. كيف؟ أولست من نسل هاشم؟ اذهب يا أبا طالب، اذهب يا ابن عمي، تالله لو عشت معك على الرمضاء ما رددت لك أمرا وما خفرتك أبدا. أنت والله سيد مكة، لا يطاولك مطاول رغم فقرك وعوزك. ما افتقرت يا أبا طالب إلا لبذلك المال جودا وكرما وحفظا لسؤدد بني هاشم، وما عودوه للناس من صلة وبذل ورفد. بورك فيك يا فاطمة، بورك فيك.
معشر السوق، يا أهل سوق عقاب، لقد افتتح الموسم، فاعرفوا منازلكم وليذهب كل إلى موقعه، ولا يحدثن أحد منكم حدثا يعكر صفو السوق أو يسيء إلى أهله. اذهبوا إلى أعمالكم راشدين، نحن حماة السوق، من كان منكم جائعا فليأتي إلينا كي نطعمه، ومن كان منكم ضائعا فليأتي كي نصله، ومن كان خائفا فليأتي إلى مأمنه، من كان منكم ذا حاجة فليأتي إلى سادة قريش. لقد جاء الواعظ المتأله قس بن ساعدة. هلموا يا قوم، هلموا إلى قس بن ساعدة، إنه واعظ عكاظ، يأتينا كل عام بكلام يستحسن أن يسمع لمن له عقل يعي. هلموا أيها الناس، أما بعد فاسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، وأحياء وأموات، جمع وشتات، وآيات بعد آيات، ليل موضوع وسقف مرفوع، ونجوم تفور وأرض تمور، وبحور تموج، وتجارة تروج، وضوء وظلام، وبر وآثام، ومطعم ومشرب، إلا أن أبلغ العظات، السير في الفلوات، والنظر إلى الأموات، إن في السماء لخبر، وإن في الأرض لعبر، ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا في المقام فأقاموا، أم تركوا فناموا، أقسم بالله قسما حقا، لا آنثا به ولا حانثا، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه. معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض والعواد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد، وغره المال والولد، طحنهم الثرى بكلكله، ومزقهم بتطاوله، فتلك عظامهم بالية، وبيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العادية، للذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر،
لا يرجع الماضي ولا يبقى من الماضين غابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. أيها الأشهاد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين ذهب أبرهة ذو المنار وعمرو ذو الأذعار؟ هل تدرون ما صار إليه عبادة الفتاح وأذينة الصياح وجذيمة الوضاح؟ عزوا وقهروا ونهوا وأمروا وجددوا المصانع والآثار. أقسم قس قسما بالله إن لله دينا هو أرضى له من دينكم هذا، وإن نبيا سيأتي قد أظلكم زمانه. إني أنتظر يا قس، إنني ألح بانتظاري. ما أظنك إلا ستخرج من السوق السفر لدي. يا أبا طالب، داهية 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 حلت بمكة وقريش. ماذا يا ابن أمية؟ قل. البراد بن قيس قتل سيدا من بني كلاب كان يجيز قافلة من الطيب للنعمان بن المنذر. حليفك البراد قتل سيدا من بني كلاب ونحن في عكاظ؟ من هو يا حرب؟ إنه عروة الرحال. عروة؟ ماذا قلت؟ تالله لو وصل الخبر لبني كلاب لاستأصلوني. ماذا نفعل؟ نعود إلى مكة، نعود إلى مكة. يا محمد يا ابن أخي، هيا سأقابل أبا براء وأخدعه، لا حل آخر. أرسل مناديا ينادي في قريش وكنانة يعلمهم بما حدث. يا معشر قريش، يا معشر قريش، أسرعوا قبل أن يدركنا بنو كلاب وبنو عامر. أسرعوا لنبلغ الحرم قبل أن يصلهم الخبر. أسرعوا لنبلغ الحرم. يا معشر قريش أسرعوا، هيا هيا. أدركوهم قبل أن يدخل الحرم. أدركوهم قبل أن يدخل الحرم. استمرت حرب الفجار 4 سنوات، تعطلت خلالها السوق بين قريش وكنانة وحلفائها من جهة وهوازن من جهة أخرى، وقد حصلت بطولات بين الجانبين، سقط فيها أبطال وأمراء وفرسان، وقتل من قريش العوام بن خويلد زوج صفية بنت عبد المطلب، وحزام بن خويلد وهما شقيقا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأبو سفيان بن أمية، وقتل من قيس مشاهير مثل زهير بن ربيعة وغيرهم. ثم تداعى الفريقان للصلح. يا معشر مضر، على ما تتقاتلون؟ ما تدعو إليه أنت؟ الصلح. كيف؟ ندفع دية قتلاكم ونعفو عن دمائنا. من أنت؟ وكيف سيكون هذا؟ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. حسب شريف. أما كيف تصدقون فإننا ندفع إليكم رهنا، وأكون أول من يقدم نفسه للرهن. وهذا حكيم بن حزام الذي قتل أبوه في هذه الحرب وسادة قريش. نقول هذا ونحن المنتصرون، وما نكسنا لا في يوم شمطة والعبلاء ولا في يوم عكاظ ولا الحريرة، لكننا نضن بدماء مضر. وهذا هو الرهن يا أبا براء من سادة مكة وشرفائها. قد قبلنا يا معشر قريش، والله نحن نضن بدماء مضر، لن نأخذ الرهن وإننا نصدقكم. واصطلح الفريقان
وساد عتبة بن ربيعة رغم عوزه، فقالت قريش: لم يسد من فقراء قريش إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة. ورغم أن كناني هو البراد حليف لحرب بن أمية، هو الذي قتل عروة الرحال الكلابي، ورغم أن كناني هو البراد حليف لحرب بن أمية، إلا أن الجزر الحقيقي للمعركة هي أن قريشا ما كانت تسمح لقوافل النعمان بالمرور والاتجار بدون إذنها، فالقرشيون سادة الإلاف وتجار القوافل ولهم عقودها وأحلافها، لهذا لم يكن لسبب الحرب فتكة البراد فقط، بل إصرار قريش على الاستقلال عن بيزنطة وفارس. سيدي، سيدي، ما وراءك يا ميسرة؟ أبحث عنك يا سيدي. ماذا تريد؟ عمتك خديجة تسأل أن تقدم لها شابا أمينا صادقا من قريش ليقوم على تجارتها، فهي لا تستطيع مباشرة الأمر بنفسها بعد وفاة زوجها. حسنا حسنا، سأفعل سأفعل ذلك. قل لعمتي سيكون الخبر عندها الليلة. عمتك تنتظر. أنت صباحا يا أبا سفيان. أهلا بصديقي حكيم بن حزام. لعن الله الحرب، ذهبت بأبيك وكان فخر قريش. إنها الفجار يا أبا سفيان، انتهكت فيها قريش وهوازن الأشهر الحرم، فأوقبنا بفقدان الفرسان والسادة والأحبة. أين محمد؟ محمد كما تعرف إن لم يكن لديه عمل يقوم به، فما أراه إلا منقطعا في غار حراء، متحنثا متعبدا متفكرا. تعلم يا ابن الحارث، نحن الأربعة، أنا وأنت وأبو بكر وابن عمك محمد بن عبد الله، جمعتنا الصحبة حتى صرنا مضرب المثل في مكة. يعلم الله كم نحمل في قلوبنا لبعضنا من إخلاص وصدق، ولهذا جئت أعرض عليه أمراً لعله يقبل به. إن كان أمراً طيباً فما أظنه سيرفضه، تعرف أنه لا تعرض عليه خلة طيبة ويرفضها. أعرف يا أبا سفيان، إن محمداً في بيت عمه أبي طالب، وأبو طالب ذو عيال وقد افتقر وصار إلى الإملاق أقرب، وأعرف كم يعاني محمد بسبب ذلك، وكم يود إعانة عمه في معيشته. وهل لديك شيء في هذا؟ بلى، أنت تعرف عمتي خديجة، إنها من أكثر قريش ثراء، وهي تريد رجلا يقوم على أمر تجارتها، وتبغي أن يكون صادقا أمينا، وليس في مكة أكثر من محمد صدقا وأمانة، ولعله يوافق على ذلك. ما أظنه إلا سيوافق، فخديجة منتهى الشرف والثراء والسؤدد، ومحمد كما قلت منتهى الأمانة والصدق. هلم بنا إليه. هلم. كفاك همّا يا أبا طالب، كفاك همّا. والله إني لحزين لفقري، لكن حزني على محمد ابن أخي أكبر. ما له يا أبا طالب؟ محمد ابننا مثل طالب وعقيل وجعفر. أدري يا فاطمة أدري، يعرف حالي فيحزن، يحاول أن يساعدني فلا يستطيع أن يفعل شيئا، مع
معنني أريده أن يهدأ، أريده أن يحيا في بيتي كحياتنا، لا أريد أن أحمله هموم بيتي وهو يحملها في قلبه ولا يدري ماذا يفعل فيختلي في الجبال. لك الله يا محمد ما أوفاك، لك الله. لتكن عينك على محمد يا ميسر. أوصه بي، تالله ما وقعت عيني على رجل أوفى ولا أنبل ولا أكثر أمانة من محمد بن عبد الله. هذه الرحلة إلى الشام يا ميسرة، وأنت تعرف طريق الشام لكثرة ما ترددت عليها، فكن عونا لمحمد في الطريق ما استطعت. أوصيك بابن عمي يا ميسرة. بورك لك في تجارتك يا محمد. إنني لسعيد يا عمتي، وأنا واثق أنك ستكونين سعيدة وراضية من اختياري لمحمد بن عبد الله. إنه سليل هاشم من بيت ما عرفت العرب مثله في النبل والشرف، وهو الأمين، ونحن كلنا ندعوه بهذا اللقب محمد الأمين. يا سيدي، إذن سوف نسير إلى الشام نبيع ما تحمله العير. نعم. ومضت القافلة تحمل البضائع من مكة إلى الشام، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق شاهد ميسرة علامات فزع بها. علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.